حياتي؟ شو حياتي؟ شهر الجاي شو شهر الجاي؟ شهر الجاي؟ شو؟ شو جانفي؟ شوفي بجانفي شوفي 5 جانفي 5 جانفي عيد مين؟ عيد حياتي عيدك حياتي ولا ما تنسي؟ لا حياتي مش ناسي بس انه من هون ل 5 جانفي لانه في وقت عرفت حبيبه منيك بس انا ماني ناسي معك حق بس هو القصه انه انا حايس السنه شوي انه قبل بوقت عم ذكرك بشيل لانه السنه مخبالك مفاجاه حلوه انه الهديه غير شكل وانا حايس مش مصدق امتى يصير 5 جانفي حياتي شو هي الهديه ما هي هلا من هون ل 5 جانفي مش مشكله خبريك ايوه ولا لا لا وانا مخبرك ولا نحن بليز حياتي ما تحرقصني يا هرتني لك حياتي السنة جايب لك هدية كتير حلوة وهي فيلا لا نحن ما بتمزح فيلا بتعقد فيلا بدك تحبيها كتير فيلا ثلاثة طوابق مع بيسين وجنينة 2000 متر بتعقد ياي ما بصدق حياتي عن جد عم تحكي بدنا نقول على فيلا يعني حياتي بيسين جانفي بعد فيها على مزبوط انه مرت وزير انا ما بحب انه انت مثلا قاعده بهالبيت هالابارتمون هذا شقه ببنايه حتى لو كانت من 100 متر وسوبر لوكس وكل شيء بس انا بدي مرتي الوزير تقعد بفيلا والسنه ان الله راد رح تقعدي بالفيلا بعد شهر ياي ليك بس حياتي مش غاليه يعني غاليه حياتي ولو انت عم تحكي بس غاليه ما تقولي هيك خلاص لا شو عاملين من ضرائب التي في آ فكرك للمواطنين ايه هيدي ضريبة التي في آ لا شو عاملين ايه طيب ما يكون في شيء اسمه غالي علينا وعليك انت يا احلى مرت وزير بالعالم عقد مصروفك مد ايديك عجيبة المواطن حياتي بدنا نروح بكره عندك حياتي بتعرفيني ناطروا هذا الفيلم اللي جمعة هلا عبد عيد حكينا عفوا نسيت قلك انه جارنا اللي تحت هيدا اللزقة التقيت فيه يوم الصبح انا وجاي على البيت يا حبيبي ايه عزمته لعنا على السهرة لهون لوين عزمتيه؟ لهون على البيت يعني كلمة وبتنقال حياتي شو كلمة وبتنقال ولا؟ تفضل جار هيدا ما بينعزم هيدا لوين عزمتيه؟ لعنا وبكل عين وقحة عم تقولي اللي عزمته شو تعزم؟ هيدا بيجي هلا بياخد الريموت كنترول بصير يحط بعزوقه ما بقعد خليني احضر الفيلم ما بينعزم هيدا بس ما قال عين طلع لو شو ما قال عين انا كلمه قلتها تفضل ما تقولي له هيدا هو ان شاء الله كتر خيرك ممنونك شو بدي اقول لي خبيها مخفيه سينجا افتح الباب اهلا اهلا جيبك جار ضل لازم حب العفو جيبك جار رهيب شو عاد شغلتكم يا الله انا بتكونوا قاعدين زي اني بجي تسليكم لا هذا الفيل كثير حلو انا هذا ناطره الى جمعه اخرته بتقرب جار ما تخبرني معلش انا اخرته بتقرب غيري جار ما فينا نغيره ايه ما الازرار انتزعوا تبع التلفزيون والريموت كنترول ضيعناها نبش على ان جمعه مفتش جار ما تعطى الهم هذا اخذته احضار بشرف احضار هذا البرنامج وصبني لمين منين جبنا ريموت كنترول طبعا ما بظهر بلاها ما انا ما بيعجبني زو العالم بحب احضر على زوي وين ما بروح بخدها معك بشرفك جار احضار ليك فعلاً سؤال ممثل كتير قوي هذا على برنامج وما عملنا بشار جار بشرف عندك بشار جار هذا تبعته ايه وما عملنا بشرف احمد لنا بشار جارة تعي شوفي هلا مش هتطلعها تعالي كتير حلو الفيلم كتير شبك صحن ستيك عملت لك يا حياتي ايه ميت جوع حبيبتي ميت جوع حبيبي انت تخبرنا ان شاء الله ايه شو طالع عبالي لحمه غنم هاي فيليه بقر هيدا اطيب فيليه ما باكل فيليه بقر حبيبتي لك يا حبيبي شو لك يا قلبي شو تقول لك 100 مره ما تجيبي بقر لك يا قلبي ما عم تسمع اخبار ما عم بتشوف الناس ما عم بتشوف شو عم بيصير ما باكل بقر في بقره مجنونه ما باكلها شكلها تفنيسي حبيبي جاي ميت جوع ما باكلها ما تشرعيني ما باكلها خلص قلي لي بيضتين ما بدي باكل طب لحظه بتعرف شو ما قلنا غير مينوش عفاكي اصلا اذا اللحم بها شيء لبسيني ما بتاكلها ما بتقرب عليها شفت مينوش بس 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 تعال حبيبي مينوش تعال مينوش تعال مينوش يلا تنشوف اذا ما اكلتها اكلتها معناتها ما بها شيء اللحمه
ما صار لا شيء. كوش مينوش كوش مينوش مينوش كوش مينوش عظمي كوش كوش مينوش جبل عظمي في 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 بالفريزر مينوش كوش مينوش.